والغرابة، كل الغرابة. ونحن نتابع ردود الفعل إزاء قرارات محكمة العدل الأوروبية، أن نسمع أصوات دول أعضاء في هذه الهيئة تحاول إقناعنا بأن الصفقات التجارية تعلو ولا يعلى عليها حين يتعلق الأمر بالصحراء الغربية. يقال أن العقد شريعة المتعاقدين باكتا سونت سيرفاندا، وها هو الاتحاد الأوروبي يطل علينا جازما أن شريعة المتعاقدين تعلو على قوانين على القوانين الدولية الآمرة que la loi des contrats prime le jusqu'urgence بل وحتى على الأحكام التي ينطق بها أعلى التي تنطق بها أعلى هيئة قضائية أوروبية. والأدهى أن كل هذه الاختلاقات والبدع القانونية يتم التبرير لها بالعلاقة الاستراتيجية مع المملكة المغربية وبالمصالح القائمة مع هذا البلد وبالأطماع المتعاظمة في افتراس خيرات وثروات الصحراء الغربية، في حين أننا نتحدث عن دول نصبت نفسها حارصة لمبادئ دولة الحق والقانون وتظاهرت بأشد التمسك بالشرعية الدولية وزعمت أنها من ألد المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان وزمان.